باه الحصه اللي فاتت ديجا شفنا الفونكسيون اكسبونونسيال عملنا الكور نتاعها البروبريتي كيفاش نحسبوا الليميت شفنا الاهم لليميت نتاعنا انه اكسبونونسيال في البلس لانفيني بلس لانفيني اكسبونونسيال في الموان لانفيني تعطينا زيرو و اكسبونسييل زيرو ايغال ا و شفنا لي ليميت او باهم هما نخرج من الفورم انديتيرميني كيما آه ليميت في البلس لانفيني نتا اكسبونسييل اكس سير اكس لا تعطينا بلس لانفيني و ليميت في البلس لانفيني آه بصفه عامه نتا اكسبونسييل اكس سير اكس ابسونس ان تعطينا بلس لانفيني في الموال لانفيني تولي اكس ابسونس ان فوا اكسبونسييل اكس تعطينا زيرو وليميت في الزيرو تاع إكسبونونسيال إكس موان زان سور إكس تعطينا أن، دونك لي لتروا ليميت هاذوما يخرجونا من لي فورم أنديترميني، هاذي نخدمو بها في البلوس لانفيني هاذي في لموان لنفيني وهاذي في الزيرو، وشفنا زادا إنو ساعات باش نظهر الفورم إيزويال هاذيا باش نظهر القاعدة هاذيا، دونك ساعات نخرج الإكس أون فاكتور ساعات نخرج الإكسبونونسيال أون فاكتور، وشفنا زادا إنو نجمو. آه النشر يكون حل باش نخرج من من الفورم ان تيرميني في الموا لانفيني وفي البلس لانفيني نجم تكون القسمه انك تقسم العدد الكسري نتاعك يكون حل باش تخرج من الفورم ان دي كيما لهنا خرجنا الاكس اون اه فاكتور هنايا دونك كان النشر هو الحل باش خرجت من الفورم ان ومهم ياسر كتجينا آه اكس سور اكسبونسييل اكس احنا حشتنا بالفورم ايزويال اللي هي اكسبونسييل اكس سور اكس نعملوا المقلوب يعني باش تقلب عدد كسري باش تقلب العدد الكسري هنايا تعمل المقلوب يعني بي اس ا هي ان اس ا سور بي دونك تجينا اكس سور اكسبونسييل اكس واحنا حشتنا بها العكس اكسبونسييل اكس سور اكس دونك تعمل لانفيرس تعمل ان سور وتقلب دكا يجيك دونك تظهر لك الفورم ايزي دونك هنايا زاد كان الحل في النشر دونك النشر هنايا كان الحل باش خرجنا من الفورم ايزي من الفورم انديترميني فوالا هنايا كان خرجنا ليكسبونسييل اكس اون فاكتور دكا دونك باش باش خرجنا من الفورم انديترميني هنايا خرجنا اكس كاري اون فاكتور دكا هنايا كيف كيف هنايا ما فما حتى مشكل هنايا كان الحل في النشر ديما في ليميت في الموال انفيني يبدا عندي بولينوم وبجنبه ليكسبونونسييل دكا باش نخرج من من الفورم ان دي تيرميني دونك نستعمل الديفلوبمون شنو هو اخر حسبنا الحصه اللي فاتت ديريفي نفكركم الديريفي نتاع اكسبونونسييل اكس هو اكسبونونسييل اكس لكن الديريفي نتاع اكسبونونسييل او بصفه عامه يعني اذا كان ما عنديش اكس يعني عندي او دكا دونك الديريفي نتاع اكسبونونسييل او هو U بريم ونعاود نكتب الاكسبونونسيال U مرة أخرى يعني نعمل الديريفي تاع لفوق الاكسبونونسيال ونضربه في الاكسبونونسيال نفسه داكا كي تبدا حالة خاصة كي تبدا اكسبونونسيال X داكا الديريفي متاعها هو اكسبونونسيال X باهي آه شفنا زادا البريميتيف شفنا الحصة اللي فاتت زادا كيفاش نعمل البريميتيف متاع الفونكسيون اكسبونونسيال بصفة عامة البريميتيف نتاع ليكسبونسييل ا اكس هو 1 سور ا اكسبونسييل ا اكس خدينا ليكزامبل نتاع اكسبونسييل موان 5 اكس هو 1 دونك ال ا لهنايا موان 5 دونك تولي 1 سور موان 5 وتعاود تكتب ليكسبونسييل ا اكس نتاعك وديما قلنا كي نعملوا البريميتيف ديما نزيدوا اكل كونستانت نتاعنا ديما مع البريميتيف نزيدوا une كونستانت دونك euh, بصفة عامة إذا كان ما عنديش إكسبونونسيال أ إكس مثلا كيما هذيا جاتنا إكس إكسبونونسيال إكس كاري قالي أعمل هاد البريميتيف نتاعها دونك ما عنديش أ إكس لهنايا يعني عندي إكسبونونسيال إكس كاري دونك كيفاش uh, خرجنا من المشكل قلنا باش uh, تنجم تطبق البريميتيف على إكسبونونسيال لازم تظهر القاعدة القاعدة نتاع البريميتيف بصفة عامة هي أو بريم إكسبونونسيال أو يعني لازم في وسط البريميتيف ظهر U بريم إكسبونونسيال U ال U بريم هو الديريفي متاع لفوق الإكسبونونسيال يعني لازم لفوق الإكسبونونسيال الديريفي متاعو يكون بجنب الإكسبونونسيال باش تنجم الطبق البريميتيف إذا كان ظهرت القاعدة U بريم إكسبونونسيال U القاعدة تقولك البريميتيف متاعو هو إكسبونونسيال U بيان سور بلوس كونستانت هاذيكا ديما موجودة خذينا ليكزومبل هنا متاع X إكسبونونسيال X كاري دونك X إكسبونونسيال X كاري هاذي هي دونك ماذا بيا نظهر U بريم لهنا U هو X كاري الديريفي نتاعها هي 2X وعني عندي كان ال -X. دونك ماذا بيا تكون فما 2X لهنا دونك باش تولي كيما القاعدة بالضبط تولي U بريم فوا إكسبونسيال U دونك شعملت مشيت ضربت في اثنين باش ظهرت اثنين X وقسمت على اثنين دونك كي تضرب لازمك تقسم دونك تضرب باش تظهر القاعدة تاع البريميتيف وتقسم على اثنين باش تستحفظ على الاكسبريسيون تاعك دونك قسمت على اثنين ديك خليتها لبرا ديك اللي صلحت بها والدوز اكس خليتها بحذا الاكسبونسيال اكس كاري دونك ولا عندي او بريم اكسبونسيال او دونك سي بون هاكا او بريم هي الديريفي اكس كاري و اكسبونسيال او دونك القاعدة امورها واضحة كاملة دونك نطبقها دونك تعطينا اكسبونسيال او يعني اكسبونسيال اكس كاري بلس كونستانت بيان سور الاندومي دومي هذيك اللي صلحت بها اللي قسمت بها تقعد تقعد معاك يعني تقعد كركرها معاك الحصه اللي فاتت زاد خدمنا ليكزرسيس ا دونك خدمنا ديريفي دونك نفكركم الديريفي نتاع او فوا في دونك هو او بريم فوا في بلس او في بريم يعني تعمل ديريفي نتاع الاولى في الثانيه ومن بعد تجمع وبعد تعمل الديريفي نتاع الثانيه في الاولى دكا خدمنا ليكزرسيس ا بدينا نخدمو في ليكزرسيس 2 Où sont les questions euh, Troisième petit a, je crois. Normalement. Voilà, donc normalement, sona, euh, -a -a, on a le troisième petit a. On a la fonction tan D'accord Où sont Normalement, troisième petit a. Voilà, donc, c'est euh, l'exercice 1. On a le tableau de variation. qui a les branches infinies. qui uh, a les branches paraboliques, les asymptotes. On a le courbe. نتاعنا تعدينا من بعد ليكزرسيس دو دونك عملنا بيناها اللي هي فونكسيون امبير معناها الاو هو سونتر دو سيميتري حسبنا ديريفي نتاعها وما ننساوش القاعدة هذي مهمة على الاخر او سور في ديريفي نتاع او سور في هو او بريم فوا في موا او في بريم سور في كاري دونك عندي كسر باش نعملو الديريفي نتاعو دونك ما ننساش القاعدة هذي الاو لهنايا هي اكسبونسيال اكس موان ا والفي هي اكسبونسيال اكس بلس ا دونك فوالا voilà. هذه القاعدة نتاعنا U sur V طبقناها sur V carré هكا exponential X plus 1 au carré وبالطبيعة ديريفي نتاع exponential X هو نفسه exponential X دونك دونك euh, طبقنا لقينا الديريفي نتاعنا بوزيتيف دونك شمعنا بوزيتيف معناها الفونكسيون باش تبدا طالعة strictement croissante حسبنا لي اللي ليميت نتاعنا استعملنا آه خرجنا باش خرجنا من الفورم ان ديترميني بويسك عندي كان ليكسبونونسييل من الفوق ومن اللوطا دونك خرجنا ليكسبونونسييل اون فاكتور باش خرجنا من الفورم ان كي خرجنا ليكسبونونسييل اون فاكتور ظهرت لنا 1 سور اكسبونونسييل لانفيني و ليكسبونونسييل في لانفيني زيرو دونك 1 سور لانفيني زيرو دونك وكي خرجنا من الفورم ان وطلع عندنا اسامبتوت اوريزونتال ايغريك ايغال 1 في بلس لانفيني و ايغريك ايغال موانز 1 Fait le moins l'infini, puisque c'est une fonction impaire, donc je vais vous montrer une fonction symétrique par rapport à O. Donc, c'est l'abrissement de a vu de la partie de la fin de la fin. Donc, c'est presque la fin de la fin de la fin de la fin de Donc, je vais vous montrer l'exercice 2 de la fin. Donc, nous avons la partie de la bijection. دونك شكون يحب يقرا لنا الكيستيون تروازيامو بيتيتا دكا كيما قلت لكم اللي يحب يتكلم يرفع يديه باش النجم الراه دكا به بي. اه. تروازيامو بيتيتا دونك صونا نورمالمون تروازيامو بيتيتا فوالا به بي. شكون كمل ليكزيرسيس شكون كمل ليكزيرسيس في ال... في الدار وحده باهي حب حد يشارك دونك اه هنايا اه زهرة حابة تاخد كلمة دونك اه تفضل يا زهرة اه تفضل نورمالمون عندك الكلمة يا زهرة عسلامة مسيو يسلمك عسلامة يا زهرة a montré que f réalise une abjection de r sur un intervalle que l'on détermine. F est contenu strictement croissante sur r. Alors elle réalise une abjection de r sur f de r égale l'intervalle moins 1. يعطيك الصح شكرا يا زهرة سي بيان دونك كيما قال زهرة باش نبين اون euh, بيجيكسيون لازمني نبين دونك euh, انو اف كونتوني وستريكتومون ستريكتومون كرواسونت داكا دونك هنايا اف كونتوني وستريكتومون ستريكتومون دونك ان رياليز اون بيجيكسيون ونمشي نرجع للتابلو دو فارياسيون باش نعرف منين لين

وستريكتومون كرواسونت ولا دي كرواسونت انتي وشنو عندك احنا هنا الفونكسيون تاعنا حسب التابلو دو فارياسيون تاع الحصة اللي فاتت سي اون فونكسيون ستريكتومون كرواسونت سورتو تير دكا و ليماج الانترفال ار هو هو شنو هو هو موان زان اه كيما قال زهرة دونك نستغل التابلو دو فارياسيون تاعي باش نبين البيجيكسيون يعني اذا كان في صورة ما اذا اني يعني في الباك قال باين بيجيكسيون ما عنديش طابلو دو فارياسيون دونك لازم نخدم الساعة طابلو دو فارياسيون باش من بعد نجم نحكم على البيجيكسيون خاطر الفارياسيون مهمة بالنسبة لينا احنا هذاك علاش باش نحط طابلو دو فارياسيون قدامنا دونك فوالا مهم اني طابلو دو فارياسيون يكون قدامي دونك هنا باش نقولو دونك اف كيما قالت زهرة اف

Variation est strictement croissante et strictement décroissante. Donc, continue ou strictement croissante sur R. Donc, alors, elle réalise une bijection. Je m'en ai réalisé une bijection, mais une fonction réciproque. Bijection de l'intervalle R, donc 1000i, le haut de R. sur لانترفال قال لي كي لون دي تيرمينورال هو نسميه نجم نسميه لانترفال جي لاني باش نطلع علاش قال لي كي لون دي تيرمينورال خاطر نورمالمون ها هو لانترفال انت خادمو في طابلو دو فارياسيون دونك تقراه من الصغير للكبير دونك من ار سور لانترفال موان ان ان كيما قال زهره موان ان ان ص لانترفال اوفير خاطر في لانفيني دونك منجمش يكون فيرمي دونك فوالا هذا هو الإجابة على السؤال تروازيمون بيتيتا يعطيك الصحة يا زهرة أه؟ شكون يعدينا للسؤال من بعد قال لنا تراسي لا كورب سي بريم دو اف موان زان قال لي تراسي لا كورب سي بريم دو اف موان زان دونك حسب رايكم كيفاش نجم نصور الكورب تاع الفونكسيون ريسيبروك ديجا خدمنا عليها قبل فونكسيون ريسيبروك هكا ولا يا مريم خدمنا عليها قبل دونك نورمالمون نعرفو كيفاش نصورها دونك كيفاش نجمو نصورو فونكسيون ريسيبروك يا مريم ساشون انو احنا ديجا الحصه اللي فاتت صورنا الفونكسيون تاعنا دكا احنا صورنا ديجا الفونكسيون تاعنا باش نصور الفونكسيون ريسيبروك شكون نجم يقول لنا كيفاش نجم نصور اون فونكسيون ريسيبروك ا بارتير من الفونكسيون من الكورب اف الا عن فوالا mm -hmm. هذه الكورب اف نتاعنا شفناها الحصه اللي فاتت دي كورب ستريكتومون كرواسونت عندي ا ايغ ا موان ز هوريزونتال لنا و ايغ ان ا لهنا اها mm -hmm. شكون ينجم يقول لنا شكون عنده فكره فما حد باه دونك الفونكسيون سي بروك كيفاش نصوروها نصوروها بارا باهي زهرة كالعادة تحب الجو باهي فما حد دونك نوليو نعطيو الكلمة لزهرة تفضل يا زهرة سي بريم هي ال اد دلتا دي سي سيمتري فوالا يعني دلتا ودلتا هذا شكون دلتا دلتا إيكغيك إيكال إكس ف... صحيت وشنو هو آخر نعرفه في الفونكسيون ريسيبروك وهنا ليميت في المو لانفيني دو إف دو إكس عندنا موان زون معناها والليميت يعني ليميت نتاع الموان زون دو إف دو موان زون إكس إيكال موان لانفيني صحيت سي بيان

تولي ليميت في الأ هي البلس لانفيني <applause> معناها عندنا <applause> أسامبتوت فيرتيكال ديكواسيون زادا <applause> إكس إيكال إيكال أ آه المرة هذي إكس إيكال أ معناها عندنا دو أسامبتوت في الفونكسيون ريسيبروك يعطيك الصح دونك كيما قالت زهرة شكرا يا زهرة دونك كيما قالت زهرة ديما إذا كان عندي فونكسيون ريسيبروك أول حاجة نكتبها دونك تنجمو ترجعو الفيديوهات إنها في أول العام في أول الحصص خدمنا عليها الفونكسيون ريسيبروك مليح مليح عملنا عليها ظهر لي حصتين كان مش أكثر دكا، دونك أول حاجة لازم نحط أنه الكورب نتاع الفونكسيون ريسيبروك إف موان زان اللي هو سماه لهنايا سي بريم هي سي باش بار سيمتري بارابور دلتا وشكونو دلتا هذايا هو إكغيك على إكس دونك باش الكورب الحمراء الكورب نتاع الاف ونعمل لها سيميتري بارابور دلتا افيك دلتا دلتا هذا هو إجريك إيجالا إكس داكا إلا هو الدروات اللي يتعدى من الـ 1 1 و 2 2 و 3 3 داكا دونك باش نصور الدروات دلتا باش نصور الفونكسيون سبروكا والحاجة نصور الدروات دلتا داكا ومن بعد نعمل السيميتريك نتاعها نطلع الكورب سي إف موان حاجة أخرى زادة شفناها في الكورب نتاع الفونكسيون ريسيبروك دونك بين الكورب دو إف والكورب نتاع الفونكسيون ريسيبروك شنو شفنا آخر إذا كان الكورب دو إف عندها هنايا أسامتوت أوريزونتال إيكغيك إيكالا أن في البلوس لانفيني دونك إذا كان إيكغيك إيكالا أن أسامتوت أوريزونتال Donc, fonction réciproque, l'asymptote horizontale, tu as un asymptote verticale, D'accord? Donc, on au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini. Fonction réciproque, mais je vois asymptote vertical. Il y yani a x égale à 1 asymptote verticale. Asymptote verticale. وال لو بلس لانفيني يولي ا غوش لو بلس لانفيني يولي غوش ولو موا لانفيني يولي دروات دونك اكس ايغال ا اسمطوت فيرتيكال ا غوش ان على يسار ال ا دونك لوريزونتال يولي فيرتيكال والفيرتيكال يولي هوريزونتال نفس الشيء نفس الشيء لهنايا بالنسبه ل لل... عندنا زاد اسامطوت هوريزونتال لهنا ها هي ها هي لهنايا عندنا اون دوزيام اسامطوت هوريزونتال واي ايغال موان زاه ها هي لهنا في الموان لانفيني كيف كيف هذيك مش تولي اسامطوت فيرتيكال داكا في الموان زاه دونك كيف كيف كيما قالت زورا عندنا واي تفكرت منظومه يا مريم ها دونك واي ايغال موان زاه asymptote أوريزونتال كيف كيف وين في لو موان لانفيني دونك اش تولي اكس ايغال واي تولي اكس واي اذا تعدى الفونكسيون ريسيبروك تولي اكس والاكس تولي واي دونك اكس ايغال موان زا اسامتوت تولي فيرتيكال عاد نفكركم الاسامتوت هي

عندها مثلا البوان هذي يعني مثلا في الا عندي زيرو سانك في الا عندي زيرو سانك مثلا اذا كان عندي بوان مثلاً بار ان سانك دونك تتعدى تتقلب تولي على الاكس زيرو وعلى Y يعني الاكس يتقلب Y في الفونكسيون بروك دونك مانا كيما قالت زهرة أول حاجة لازمنا نصورو دروات إيكغيك إيكال فوالا يا مريم دونك إيكغيك إيكال موان زا إيكغيك آه إكس دونك نصورو دروات إيكغيك إكس إلا بأنو هو مش يعاونا باش نجيبو السيمتريك بعد نصورو لو دو زاسامتوت في الإكس إيكال أن آه في الإكس إيكال موان زا آه. دكا دونك و نجم نجمو نتحصلو على الفونكسيون ريسيبروك متاعنا دونك احنا صورناها ديجا باش نربحو الوقت دونك الفونكسيون ريسيبروك متاعنا على فكره الفونكسيون ريسيبروك تستحفظ على الفارياسيون مش تستحفظ على الفارياسيون معناها اذا كان الاف كرويسون حتى الاف1 اللي هي الفونكسيون ريسيبروك متاعنا مش تبقى كرويسون يعني فونكسيون ريسيبروك ما تبدلش الفارياسيون نتاعها دونك تستحفظ على نفس الفارياسيون فوالا فونكسيون ريسيبروك هي الا بالفيولي داكا فوالا هذه الفونكسيون ريسيبروك نتاعنا دونك الفونكسيون الحمراء هي الفونكسيون اف لا صورناها من الاول صورنا دلتا ي على اكس ديما كيقول لك صور فونكسيون ريسيبروك صور ي على اكس داكا صورنا لي دو اسامبتوت فيرتيكال ي اكس يغال موان زان و اكس يغال ا دونك هذه لو بلوس لانفي دونك عباره كانت عندي اسامطوت لهنايا راقدة قومتها دونك دورتها على اليمين داكا جبتها على اليمين كيف كيف كانت عندي اسامطوت راقدة لهنايا دورتها وجبتها هكا على اليمين داكا فوالا دونك هذه هي الفونكسيون ريسيبروك نتاعي دونك لو بوين هذه سيميتريك نتاعها بارابور Y على اكس هذه لو بوين قلت لكم 1 0 5 هاي كاسيمتريك نتاعها هي لو بوين هذيا داكا هي لو بوين دونك نجي نتبعها هاي لهنا سيمتريك مون بارابور ي على اكس لو بوين هذي سيمتريك نتاع لو هذي هي لو بوين هذي كيف كيف سيمتريك نتاع لو بوين هذيا داكا دونك نمشي سيمتريك مون باش تكون لو بوين هذي هي ماشيه دونك فوالا هذي اللي بالفيولي هي الفونكسيون ريسيبروك نتاعي اسكو سي كلاير سافا نسكل به اذا كان سافا دونك نتعداو للسؤال الموالي ولا يقول لنا دونك كيستيون سي ديتيرميني اف موانز 1 اش معناها ديتيرميني اف موانز 1 يعني طلع ليكسبريسيون تاع الفونكسيون ريسيبروك كيفاش نطلعوا ليكسبريسيون تاع الفونكسيون ريسيبروك يا انتصار بوزك رجعت لنا دونك شنو نعملوا باش نطلعوا ليكسبريسيون تاع الفونكسيون ريسيبروك شفناها قبل شكون ينفعنا اها واش قلنا باش نطلعوا الفونكسيون ريسيبروك اول حاجه ان بوزي والفونكسيون ريسيبروك يا يعني اما نقول لي ديتيرميني اف موان زان والا اكسبليسيتي اف موان زان زوج صحاحه اكسبليسيتي اف موان زان ولا ديتيرميني اف موان زان دونك زوج كيف كيف يعني طلع الاف موان زان نتاعك ليكسبغسيون مي دونك زهرة تحب تاخو <hesitation> الكلمة، دونك تفضل يا زهرة، نسمع فيك. <hesitation> نعمل إف موان زان دو إكس إيكال إيكغريك. صحيت إيوا، صحيت إيكغريك. <noise> إكس أبارتيان للمرحلة موان زان إن. صحيت، جيد، فوالا أول حاجة نبدو الإف موان زان باش نلوجو عليها. بوز يغ ونحطو الدومين نتاعها الدومين نتاعها عرفتوه منين جبناه ولا من التابلو دو فارياسيون جبتو زهرة اه لهنا اه دونك اذا كان الـ r هو الدومين نتاع الاف الدومين نتاع الاف موان زان هو هذا اللي باش تلقاه في التابلو دو فارياسيون يعني لوطاني موان زان ان واصل يا زهرة صحيت بعد ما بوزينا ي قال اف موان زان شنو انا نعملو اف دو يي اكس فوالا صحيت دونك دونك كل اللي مشينا حينا الاف موان زان هي الاف دونك نطبق الاف على اليمين وعلى اليسار تولي لي اف دو ي ك كي نطبق الاف على اليمين تتكسر الاف موان زان خاطر الاف والاف موان زان كي يقابلوا بعضهم ينحيوا بعضهم دونك تبقى لي اكس دونك هذاك علاش قال زهره كذا دونك هنايا يعني عندي الي توا في وسط الاف دونك ي وين موجوده ا بارتي ا ار تري بيان صحيت دونك عكس الاف اذا كان الاف تخرج من ار الاكس نتاعها ار والاجريك نتاعها موانزا ان أه فونكسيون ريسيبروك الاكس نتاعها موانزا ان أه والاجريك نتاعها موان لانفيني بلس لانفيني باه ايوا من بعد ما تنساوش احنا نلوجو على الاجريك

على الاي اللي هي الفونكسيون ريسيبروك نتاعنا اللي احنا بوزيناه واصل يا زهره صحيت اي سوا اكسبونسييل اي غ ان ايغال اكس فوا اكسبونسييل اي غ بلس 1 صحيت بعد هذا طلعته لفوق دونك ضربت توا كالكول توا سي بون طلعت هذا لفوق من بعد اي اكسبونسييل اي غ مونس

يولي عندي اكسبونسيال واي موان اكس اكسبونسيال واي وهزت الموان زعما غادي يولي عندها ان بلس اكس ومن بعد عملت زهرة حشتها بالاي دونك خرجت الاكسبونسيال واي اون فاكتور يبقى لها ان موان اكس لهنا وهنايا ان بلس اكس من بعد نورمالمون مش تخرج لي الاكسبونسيال واي ايكال اكس بلس ان سير ان موان اكس فوالا اكسبونسيال واي اللي راني حاجتي بيه هو ان بلس اكس سير ان موان اكس صحيت واني ما حاشيتش باكسبونسيال ي يعني حاشتي بالي شنو نعمل انا نعملو اكسبونسيال ي فوا ان موان اكس ايغال اكس بلس ان هاضر اكسبونسيال <applause> ي فوا ان موان اكس ايغال اكس بلس ان أه ايه ان موا اكس انت علاش تعاود, تعاود ترجع فيها ان موا اكس علاش تعاود ترجع فيها ان موا اكس باش نعاود نخرجوا الاكسبونسيال اي علاش ايه بالحق انت سي بون هي. انت حاجتك انت حاجتك بالاكريغ ولا انت توا عندك الاكسبونسيال كيفاش تتخلص من الاكسبونسيال أه. تعمل الان ايه. دو فوالا تابليكي ايه مش تعاود فين مش تعاود لي نفس البوكل مش تقعد لي نفس دونك باش تتخلص من الاكسبونونسيال وتخرج الاي تعمل الالين يا زهرة تو سامبلومون تعمل الالين على اليمين وعلى اليسار دونك تابليك الالين على اليمين وعلى اليسار ايوا الين و اكسبونونسيال شي عملوا لبعضهم ينحيو بعضهم دونك تبقى لي تبقى لي الاي لاني ديجا لوج على دونك اي

tableau دو variation تاع ال f دونك هو لانترفال j دونك x appartient لانترفال j اللي هو moins voilà. z a هذا كيفاش نطلعو الفونكسيون ريسيبروك متاعنا يعطيك يعني الصحه يا زهره دونك نعاود جوست رابيدمون نعاود نفسر شنو عامله زهره دونك باش نطلع العباره نتاع فونكسيون ريسيبروك شنو نعمل نوضعها y f 2x نحط الدومين ديما متاع الاكس من الاول الا هو منين نجيبوه هو لانترفال جي هذاك علاش قالك مونتري كو اف رياليزي امجيكسيون دو ار سونال سور ان انترفال كي لون دو تيرمينورا لانترفال هذاك هو الدومين دو ديفينيسيون تاع الفونكسيون ريسيبروك خاطر رت هنا ان الفونكسيون ريسيبروك دونك الاكس نتاعها موجود من موان زان ا والايغ نتاعها سيرتو تير باه ومن بعد شنو تعمل بوزك اني ما عنديش الاف موان زان دونك شمش تعمل تطبليك الاف على اليمين وعلى اليسار خاطر احنا عندنا ليكسبغيسيون دو اف عندناش ليكسبغيسيون نتاع اف موان زان عندنا ليكسبغيسيون دو اف دونك تطبليك الاف على اليمين وعلى اليسار تتكسر الاف موان زان تبقى اف دو ايغي اكوالا اكس خاطر الاف تنحي الاف موان زان دونك اف دو واي قال اكس من بعد تعمل تمشي للاكسبريسيون اف دو اكس نتاعك وتعوض الاكس بالاي تولي اكس بونسييل موان زان سور اكس بونسييل بلس 1 ايغال ا اكس لو على الاي دونك لازمنا نخرجوا الاكس الساعة خاطر فيها الاي دونك طلعنا نشرنا خرجنا اون فاكتور اقسمنا جبدنا الاكس بونسييل احنا حاجتنا بالاي دونك ماذا بينا نتخلصوا من او e هكيه شي الحاجه اللي لنا الاو e. هي ال ان دونك الفونكسيون ال ان نحينا الاو دونك نطبق ال ان على اليسار وعلى اليمين دونك كي نطبق ال ان نطبقها على اليسار وعلى اليمين دونك بالطريقه هذه تتنحى تتنحى الاكسبونسييل تبقى لنا الايغريك اللي احنا نلوجوا عليها هي ال ان دو ان بلس اكس سور ا موان اكس افيك اكس تنتمي للانترفال موان ان ان يعطيك الصحه يا زهره اجابه موافقه سي بيان شكون مش فاهم شكون مش فاهم في مش كويستيون مش حاجه مش واضحه تعباني بس بالله عاود لي مابقلي كونيكسيون تاعي طايحة شنو هو بالضبط انا نعاود لك ساره حاجه ماما تحب نعاودها هالك مهم ديجا تو عاودتني أنتي ساره كنت نعاود في فيه عاوتاني خدمناه بك للكول عاودته هي حاجتنا بالفونكسيون عاود لي شنو هي لا شو شوف لنا اف ام 1 زان <متحدث> باه شوف ديما كي يقولك طلع لي الاف ام 1 زان يا يعني انتصار شنو تعمل تبوزاها ايك ها تمشي تبوزاها ايك الاف ام 1 زان معناها طلع العباره نتاع اف ام 1 زان تمشي تبوزاها ايك y f من بعد اش تعمل تعمل f على اليسار تبليك f على اليمين وعلى اليسار كي تبليك f على اليمين وعلى اليسار تولي f دو y من هنا هنا تولي f دو f و f و f موانزا ينحيو بعضهم دونك تبقى x تبقى f دو y على x ما هي على شكون نلوجو احنا على f مونزا يعني على y ما وصلنا توصلنا f دو تساوي x اف دو باش نعوضها بالعبارة متاعنا، احنا مش عندنا العبارة متاع الإف، جست في بلاصة إكس باش نحطو y يعني كانت أن، باش تولي إكسبونسيال تساوي إكس، على شكون احنا يا إنتصار؟ على السيد y. خطر خاطر هذاكا هو لابوزينيه إف تفهم فينا ولا إنتصار؟ <applause> سافا دونك هذاك علاش هنايا شعملنا عملنا طلعنا هذه الفوق باش نحينا الكسر الساعة دونك طلعنا الحكاية طلعنا هذا الفوق اكسبونسيال إي بلس أن طلعناه الفوق داكا ومن بعد نشرنا لهنا قمنا بالنشر ناكوردو دونك كي اه كي نشرناها بعد شعملنا جبنا ليكسبونونسيال بحث ليكسبونونسيال داكا وهزين الأعداد بحذ الأعداد دونك ولي لي ليكسبونونسيال الكل من من نفس الجهة داكوردو دونك كي ولي لي ليكسبونونسيال الكل من نفس الجهة بويسك أني حاجتي بالإيكغيك والإيكغيك مخبي في ليكسبونونسيال دونك مش نعمل دونك وليت خرجت ليكسبونونسيال أون فاكتور شفتني عملت خرجت ليكسبونونسيال إيكغيك أون فاكتور من بعد قسمت هذا 1 plus إكس على 1 موان إكس باش تحصلنا على ال ال الكفيغ بتاعنا بعد باش نتخلص من ال من ال أبليكيت الألان أه نأبليكيو الألان على اليمين وعلى اليسار باش نتخلص من الاكسبونسيال باش يبقى لي كان الإيكغيك إلا أني نلوج عليه يا انتصار وشكون الإيكغيك هكا إلا لقيناه داكو هو الإف موان زان خاطر أحنا من بالكل بوزينا الإف موان زان بوزيناها إيكغيك. صافا

Exercice 3. Allez, c'est dit. Je parle de l'exercice 3. On la fonction ln. On yani, a remis la fonction ln. Donc, on peut obtenir la fonction ln par l'exponentiel dans le barque. Ils sont tous les Donc, on la fonction ln qui est 1 plus l'exponentielle x. وقال لي مونتري كو اف دو اكس يساوي اكس بلس الان دو ان بلس اكسبونسيال موا اكس, مو اكس دونك شنو باش نعملو لهنايا فوالا اه كالعادة زهرة زهرة هي اللي تحب تشارك فما حد هكا ي... يعاون زهرة شوية ها كلنا نستنى في زهرة باهي أول حاجة ساعة أول حاجة في الفونكسيون دي لازم نخرجو الدومين دو دي ديفينيسيون نتاعها أوكي okay دي أول حاجة لازم نخرجوا دومين ديفينيسيون كيفاش نخرجوا دومين ديفينيسيون نتاع فونكسيون بالال ان قلنا كيفاش نخرجوا دومين ديفينيسيون نتاع فونكسيون ال ان دونك قلنا لازم الا في وسط الال ان يكون بوزيتيف دونك باش طلع دومين ديفينيسيون نتاع الفونكسيون ال ان لازم الا في وسط الال ان هو 1 بلس اكسبونسييل اكس يكون بوزيتيف وعلى شكون نلوجو احنا ديما في الدومين على الاكس دونك نخرج الاكسبونونسيال اكس وحدها دكا نهز ال ما غادي دونك تطلع لي اكسبونونسيال اكس انفيريور موانزا كي توجور فري هذه هي ديما صحيحه علاش خاطر الاكسبونونسيال احنا نعرفوه ديما موجب دونك بالضروره الاكسبونونسيال اكس مش يكون اكبر من موانزا دونك هذه ديجا دي كنت من هنا نجم نقول توجور فري اكسبونونسييل بوزيتيف وزيدها 1 دونك تقعد بوزيتيف دونك هذه تجور توجور فري اش معناها توجور فري معناها ما عندي حتى مشكل معناها ما عندي مشكلة مع حتى عدد تحط اللي تحب عليه لهنايا دونك اللي في وسط الالان مش يكون بوزيتيف وبالتالي دومين ديفينيسيون مش يكون توتير لانه إلا في وسط الالان ديما مضمنو بوزي بوزيتيف باه تو نرجع للسؤال بيتيتا اللي عطاهولنا هو Allez montrer que f du x égale x plus ln de 1 plus exponentielle moins x. Donc x abonné nous, nous f est x plus ln de 1 plus exponentielle moins x. Donc, on va là une autre expression. Euh, nous la fonction euh, f. D'accord? Traveliazer, uh -huh. donc il y a une autre. تشارك تفضل. أه نسمع فيك. باه أبدي إكس إيجال ألان دو أن بلوس بولونسيل إكس. إيجال إيكال خرجت مسيو الألان أون فاكتور. الألان خرجت <proposing> الإكسبونسيال صحيت أيوا. يعني باش ندير قوس ألان <hesitation> أونتر بارونتيز إكسبونسيال إكس.

دونك اش عامل قالت نخرج من العبارة الأولى ونحاول نوصل للعبارة الثانية داكا دونك اش تخرج من الإف من الإف اللي عطاهالي لي هذه الأولانية ال ان دو ان بلس اكسبونونسيال إكس وتحاول توصل للعبارة إلا بالأكحل هذي داكا باهي آه دونك اش باش تعمل دونك أول حاجة خرجت ال ان دو ان بلس اكسبونونسيال إكس اللي لاحظوا لهنايا إنه ولات عندي إكس ولا نلاحظ زاد في وسط الان ولا عندي اكسبونونسيال موان اكس

بلس ب دونك اني عندي لهنايا كننشر هذه يعني اكسبونونسيال اكس باش نرجعها 1 آه. نضربها في اكسبونونسيال موان اكس في لوبوزي نتاعها تولي اي آه اكسبونونسيال اكس في اكسبونونسيال موان اكس تولي اكسبونونسيال اكس مع ناقص اكس دونك تولي صفر و زيرو هو اللي جيبنا ال 1 باهي داكا دونك هاك علاش حطيت لهنايا اكسبونونسيال موان اكس اكسبونونسيال في قداش باش نلقى اكسبونونسيال في ان دونك علاش حطيت ا لهنا ومن بعد خدمه زهره بالبروبريتي نتاع ال ان دو ا فوا بي نعرفوها في الفونكسيون ال ان كي خدمناها الضرب في ال ان يولي جمع تولي ال ان دو ا بلس ال ان دو بي وهذاك الريزونمون نتاعها هي دونك هنايا رات عنا جمع دونك خمت في ال ان دو ا فوا بي لا تولي ال ان دو ا بلس ال ان دو بي وباش ظهر ال ان دو ا فوا بي في وسط القوس دونك لازمها تخرج حاجة اون فاكتور اللي هي الاكسبونونسيال دونك عندها ضرب لهنايا ردته جمع خدمت بالبروبريتي هذه من بعد نعرفو انو الالان والاكسبونونسيال سيسون دو فونكسيون ريسيبروك اش معناها ريسيبروك يعني يكسرو بعضهم وبالتالي الالان والاو ينحيو بعضهم وتبقى لنا الاكس نتاعنا وهكا نكون وصلنا للاكسبريسيون اللي هو طالبها فوالا الاكسبريسيون الا قالبيا دونك ليدي الكل ان نخرج اكسبونسييل اكس في وسط الالان وبعد نخدم بالبروبريتي ان الضرب في الالان يولي يولي جمع وما تنساوش اكسبونسييل ا فوا اكسبونسييل بي يعطينا اكسبونسييل ا بلس بي دونك هنا خدمنا بكالكو بروبريتي نتاع الالان الاكسبونسييل واضح يا شباب ça va, C'est bien. mais ça va. Vite, ça va. ça va, ça va, Monsieur. Vite, Donc, nous je montrer que la courbe C admet une asymptote oblique delta au voisinage de plus l'infini. Donc, il fait Et nous عندي اسامتوت اوبليك وهنايا لا سامتوت ما عطاهليش يعني ما عطانيش حتى ليكواسيون نتاعها مي بصفه عامه احنا كيفاش نبينوا عنا اسامتوت اوبليك تو سامبلومون بور مونتري انو دلتا ديكواسيون دلتا سي اون دروات ها اي ايغال ا اكس بلس بي اسامتوت اوبليك نفكركم ديما لا اوبليك مش تكون في لانفيني يعني في البلس لانفيني ولا في الموان لانفيني نحسبو ليميت في لانفيني في البلس ولا في الموان لانفيني واش هو مش يطلب منك دو اف دو اكس موان حل بارونتيز ونحط ليكواسيون اللي عطاهالي نتاع الدروات ا اكس ب دونك نحسب الليميت نتاع اف دو اكس موان ا اكس ب ا, ا اكس بلس بي هي ليكواسيون نتاع السامتوت قداش يلزمني نلقى يلزمني نلقى زيرو دونك اذا كان لقيت زيرو دونك السيد هذايا ا اكس بلس بي دروات هذي ا اكس بلس بي ليكواسيون تاعها ا اكس بلس بي اتون اسامبتوت اوبليك هذا كيفاش علمونا من التروازيام اني نبينو اسامبتوت اوبليك معناها من الاخر باش نبين اسامبتوت اوبليك باش نحسب ليميت في الانفيني نتاع اف دو اكس الا ليكواسيون نتاع دلتا لازم نلقى زيرو صحيت يا زهرة سي بيان دونك زهرة سي بون بعثت لي الريبونس صحيحه ب هنا شنو هو الاشكال الاشكال انه ما عنديش الاي اكس بلس بي ما نعرفش ليكواسيون الاي اكس بلس بي هي هي ليكواسيون تاع لا سامطوت دونك هي هي ليكواسيون تاع لا سامطوت الا اني ما عنديش ديجا ما عنديش ليكواسيون نتاع لا سامطوت اللي هو اللي نسمها دلتا قال لي باين عندك سامطوت بليك والسلام عليكم هنايا لازم تكون ذكي ديما كيقول لك مونتري كو اف دو اكس ايغال يعني بدلك لك اكيد ليكسبريسيون الجديدة هذه هي اللي باش نستعملها دكا دونك واكيد انه البولينوم هذا هذا لخرج وحده الاكس هذا وحده هو اللي مش يكون لاسمتوت بليك من العباره الجديده اللي قال يبينها بكري شويه هي اللي باش نستعملها باش نطلع الليميت في الانفيني قال زيرو تو سامبلومون الاكس هذه هي اللي مش نجيبها بحذا الاف باش تولي اف دو اكس موان اكس نحسب الليميت نتاعها ولازم نطلعها زيرو دونك هذاك علاش عطانا عباره جديده دونك لهنايا دونك الليميت في البلس لانفيني دو اف دو اكس موان شكون هي لاسامبتوت نتاعنا ها هي لهنايا واضحه هو البولينوم اللي يبدا وحده في الاكسبريسيون دونك الاكس هكا ندخلها الغادي

اهي مي توا لازم نبين انو ليميت هذيا قداش تسوى تسوى صفر لازم نبين ليميت هذه إيجالا زيرو باش نجم نقول انو السايد اكس هكا اسمطوت اوبليك دونك لازمنا نحسبو ليميت في البلوس لانفيني ها شكون يعاوننا ويحسب لنا ليميت في البلوس لانفيني دو الان دو ان إكس اكسبونسيال موي اكس اللي يحب يشارك دونك يا اما يرفع يديه والا يبعث لي آه ميساج نستناكم شكون يحب يحسب لنا الليميت في البلس لانفيني الا هي لازمها تطلع زيرو بيان سور سينو ما نجموش نحكيو على اسامبتوت اوبليكا كالعادة زهرة تفضل يا زهرة أمم عملت مشي ليميت في البليس لانفيني دو موان زيكس مش طلعنا موان لانفيني والليميت في الموان لانفيني دو اكس هي زيرو سي بيان آه. يعني الليميت نتاع الاكسبونسيال بلس لانفيني الاكسبونسيال موان زيكس مش طلعنا زيرو زيرو صحيت معناها الالين في وسط الالين وين اش قاعد لي في وسط الالين ln <applause> إذا كان الإكسبونسيال موان إكس هي زيرو معناها في وسط الألان قداش ولا؟ زيرو ولا اه هكا ولا؟ آه إيكال زيرو ln دو أ إيكال زيرو وهذا كيفاش نستناو إحنا يا زهرة لازم الليميت متاعنا تطلع زيرو باش نحكيو على أسامتوت أوبليك يعطيك الصحة سي بيان هذا هو يعطيك الصحة دونك كيما قالت زهرة باش نحسب الليميت في الانفيني نتاع الالان قلنا كيفاش نحسبو ليميت نتاع الالان نمشيو ونشوفه الا في وسط الالان نمشيو نشوفو الا في وسط الالان وين ماشي دونك هكا علاش زهره بدات باش تحسب الا في وسط الالان وبالتحديد باش تحسب ليميت نتاع اكسبونسييل موان اكس دونك باش تحسب ليميت في البلس لانفيني تاع اكسبونسييل موان اكس دونك يتعوض الاكس بالبلس لانفيني باش تطلع لها اكسبونونسييل موا لانفيني ونعرفوا الناس الكل انه اكسبونونسييل موا لانفيني شنو يعطينا يعطينا زيرو اكسبونونسييل بلس لانفيني يعطينا بلس لانفيني اكسبونونسييل موا لانفيني يعطينا الزيرو دونك قينا دونك اكسبونونسييل موا لانفيني هو الزيرو دونك ترجع للالان دونك اللي في وسط الالان شنو بقالي بقالي دونك الان 0 خاطر السيد هذاك زيرو اكسبونونسيال في الموان لانفيني سي زيرو دونك بقى لي الان دو ان الا هو زيرو نعرف الناس الكل انو الان دو ان ايجال زيرو وهكا فاش نستناو ديجا وبالتالي ليميت في لانفيني تاع اف دو اكس موان اكس ايجال زيرو وبالتالي السيد هذا اللي بعد لموا هو لاسامتوت اوبليك نتاعي دونك الدلتا دروات دلتا ديكواسيون ي ايغال اكس ي ايغال اكس هذا شنو هي اسامتوت اوبليك شمعناها معناها اسامتوت اوبليك يعني ستون دروات تقرب لها الكورب صالي توشي يعني كل ما تمشي الكورب للانفيني كل ما تقرب للدلتا اوبليك وديما نحدد وين اسكو في بلس لانفيني ولا في موان لانفيني لهنا بيان سور لهنا او فوازيناج دو بلس لانفيني حسب ليكزرسيس فوالا سي بيان دونك الحبره الكل اني نحسب ليميت دو اف دو اكس موان اكس داكوغ ونبينها ايكال ا زيرو باهي شقالنا من بعد اتوديي لي بوزيسيون ريلاتيف دو لا كورب اي دلتا Je ai étudier les positions relatives de la courbe Delta. Delta, là où est la symptôme Je m'en à la position relative. Je connais petit C. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, <laughs> كان جد سمرة يتعاون في زفاها زهرة يا مريم وينك يا مريم آه. يا مريم باهي يا زهرة تفضل يا زهرة إيش معناها بوزيسيون ريلاتيفة ماما مش نحكو اسكو السي دي اس سي تي او دسو ولا او دسو ا دلتا ولا لازمنا نشوفو اسكو الكورب فوق الدلتا ولا تحت الدلتا دونك احنا نعرفو ان الكورب تقرب للدلتا اسكو تقرب لها من الفوق ولا تقرب لها <applause> <applause> من كيف كيفاش نعملو البوزيسيون ريلاتيف يا زهره نعملو الاف دو اكس مو ايغريك تري بيان مع بعضهم ناخذ الإكواسيون نتاع الكورب وليكواسيون نتاع الدلتا نطرحوهم مع بعضهم ونشوفو السينية كان السينية بوزيتيف دكاغ دونك الكورب هي فوق الدلتا كان السينية نتاعها نيجاتيف راهي الكورب تحت الدلتا صحيت يا زهرة دونك باش نطرح الاف دو اكس اللي هي تمثل الكورب نتاعي نطرح منها الإيكغريك متاع الدلتا ليكواسيون متاع الدلتا اللي هي الإكس دونك باش نعمل إف دو إكس موا إكس داكا دونك إف دو إكس موا إكس ديجا حاسبينها أحنا بكري شوية ها هي لهنا فوالا هي فوالا وذاك علاش هو لهنايا قال لي مونطري ليكسبرسيون هاذي شفتو ليكسبرسيون هاذي قداش عاونتنا دونك نعمل إف دو إكس موا إكس تبقى لي تفضل يا زهرة ألان أه

يعني لو في وسط الالان اكبر من ا آه، الالان يولي اكبر من آه. يولي بوزيتيف يولي فوق الصفر كيبدا الاكس ايغال ا آه؟ الالان دو اكس الا نعرفوه الناس الكل الان دو ا آه هي الزيرو هما القواعد نتاع الفونكسيون الان اللي شفناهم من قبل هاو كيفاش نعرف السين نتاع الفونكسيون الان يا زهره ما انا باش نعرف السين نتاع الفونكسيون الان يا زهره لازم لي نشوف الا في وسط الالان اسكو اكبر من ا ولا اصغر من ا اللي هو الجرون تيكس نتاعي لهنا ولا في وسط يعني <applause> خلاص زيرو دونك اش تقارنوا بال ا فونكسيون الان, الأن. وقتاش تطلع فوق فوق الزيرو الكورب نتاعها فونكسيون الان وقتاش تطلع فوق الزيرو كي تفوت ال ا إلا دونك نتاعي في الفونكسيون الان هي ال ا اكبر من ا فوالا <applause> كي تبدا في ال ان بلس لانفيني يعني كي تبدا اكبر من ان الفونكسيون ال ان تولي لي فوق الصفر تولي لي هكا فوق الصفر سيتي او دي سي دو دلتا فوالا دونك احنا توا باش نجمو نحكمو على السيني نتاع ال ان لازمنا نشوفو الان ان بلس اكسبونسيال اكس هكا شنو هو السيني نتاعو هاي شنو هو حيو ان بلس اكسبونسيال موان اكس اكبر من ا صحيت اكبر من ا علاش اكبر من ا كار ليكسبونونسييل هذاك كم واكس ديما بوزيتيف سواء ليكسبونونسييل اكس ولا ليكسبونونسييل موان اكس اه ديما بوزيتيف ما تغركش لي موان هكي دونك واحد وزدت حاجه بوزيتيف دونك شيكون اكبر من ا دونك مادام الا في وسط ال اكبر من ا دونك ال كيفاش باش يكون باش يكون

au au dessus ça au dessus donc au dessus de quoi de la courbe de f de delta de l'asymptote delta ça de et delta ou à la oblique de la delta d'équation de y égal x bien sûr win au voisinage

م? انتصار كيف كيف شفناها قبل الفازة هذه باهي نور السافا نورمالمون باهي اي باهي دونك قال لنا توا دي اف اتراسي سا كورب سي اش معنى اتودي اف شو اقصد ب دي اف دونك اه, آه انتصار ولا تجاوب فينا هلا مليق لي انتصار ان شاء الله ديما فاهمه

بلغة اخرى باش نعملو التابلو تابلو دو فارياسيون وباش نجمو نعملو تابلو دو فارياسيون ايزي نحسبو اي وباش نحسبو ديريفي لازمنا نكتبو الجمله الشهيره اف اديريفابل سور سون دومين دو الا هو ار دكا دونك الا في وسط ال derivable اي بوزيتيف الا في وسط ال اكس

sur R dérivable sur R. Ok Voilà. بعد ما حكينا إنه f dérivable, توا نجمو نمشيو نحسبو نتاعنا دونك نمشيو نحسبو نجم نخدم بالإكسبريسيون لولانية. نمشيو نحسبو Ahim que je suis nés pour la fonction ln de 1 plus exponentielle x. Mm -hmm. Qu'façons-nous pour dériver une telle fonction? Okay, la fonction donc je dois faire attention, c'est une fonction composée, hein? Fonction composée. Mettons qu'on a mis deux fonctions, hein Ln et ou plutôt ln. Donc je dois le garder. Je dois ln de u nous pour ln de u? Gardons-ta ديريف نتاع ال ان دو او شكون يفكرنا اوك ان دو او دو اكس هي اش نيه تعمل الديريف نتاع اللي في وسط ال ان ان دو اي بريم فوا ما غير ان يا يعني انتصار او بريم سور او يا ماما ها اه او بريم سور او دكا نق نعمل الديريف نتاع اللي في وسط ال ان على او او

ou ta m'ta l'exponentielle x, à dèche. À ta dérivé m'ta x. Voilà, où est l'exponentielle 9 sous hein, Dérivé m'ta l'exponentielle x. Où l'exponentielle 9 Donc, j'en euh, ai. Donc, f' De x égale u prime dérivée de 1 plus exponentielle x ou exponentielle x, ça la dérivée de 1 0 dérivée de exponentielle x ou exponentielle x neuf, allez u allez yani allez 1 plus exponentielle x voilà. Allez je ne sais pas la dérivée, je vais voir le signe de la même positif ou la négatif. Donc l'exponentielle est positive, vous êtes ouais donc positif, donc le front est positif, l'horizon est positif. دونك ليكسبونونسيال نتاعنا الديريفي نتاعنا سي بوزيتيف توا نجمو نصورو التابلو دو فارياسيون نتاعنا بعد ما عرفنا السينيا نتاع الديريفي نتاعنا دونك تابلو دو فارياسيون شنو نلقاو فيه نلقاو فيه تروا لينيا لينيا نتاع الاكس ولينيا نتاع الاف بريما ولينيا نتاع الاف في الليني متاع الإكس قلنا شنو نحطو الدومين دو ديفينيسيون أولا دونك نحطو الدومين ديفينيسيون اللي هو توتير ونحطو إذا كان الاف إف بريمي سانولي يعني فما بوانات يسانولي فما نحطهم كان عندي مشكلة متاع ديريفابيليتي ولا أسامتوت فيرتيكال زادا نحطها لهنا داكا هنا ما عندنا حتى مشكل مسألنا حتى سؤال دونك نتعدى إف بريم قلنا سي بوزيتيف خاطر ليكسبونونسيال بوزيتيف f donc nous devons croissante strictement croissante. Mais quand même le tableau de variation monte les énumérateurs ne s'approche illimité. D'accord là il est zéro. Donc nous devons écrire une expression de limite. Fils moins l'infini de f de x. D'accord. Donc limite fils moins l'infini à il f monte à il رد بالي ما ناخوش هذه هذه الاف بريم دونك رد بالي نرجع للاف دونك نرجع للالان الان دو ان بلس او اكس كالعاده باش نطلع الليميت نتاع الان لازم نشوف الا في وسط الالان وين ماشي ديما اللي يهمنا هو الا في وسط الالان هذا وين ماشي دكا دونك هذاك علاش في الدفوار نرجع ونحسبلو له الليميت نتاع ان بلس اكس بونسييل اكس في الموال موان لانفيني دونك اكسبونونسيال لو موان لانفيني قداش اكسبونونسيال لو لانفيني قلنا اها قداش اكسبونونسيال لو موان لانفيني يا شباب اكسبونونسيال لو لانفيني هو الزيرو دونك هذا زيرو دونك شيبقى لي ا دونك لا في وسط الالان ماشي لل ا دونك يولي عندي الان دو ا والان دو ا هي زيرو دكا كار اللي ميت في الموال الانفيني نتاع في وسط الالان هو ا دونك معناها هذه هي زيرو دونك نفس الشيء نمشيو نحسبوا ليميت في البلس لانفيني دو اف دو اكس يعني ليميت في البلس لانفيني تاع ln دو ا بلس اكسبونسييل اكس دونك نعوض الاكسبونسييل كالعاده ديما نحسب الا في وسط الالان اكسبونسييل بلس لانفيني بلس لانفيني دكا دونك 1 بلس لانفيني سي بلس لانفيني دونك لا في وسط الالان الكولو ماشي للبلس لانفيني الان دو بلس لانفيني هي بلس لانفيني معروفه الالان في البلس لانفيني مش تعطينا بلس لانفيني وبالتالي ليميت نتاعنا زاد لهنا هنا مش تكون بلس لانفيني هنا نجمو نستنتجو حاجه قلنا كي جينا ليميت في لانفيني تساوي عدد راهو عندنا اسامطوت شنو هي اوريزونتال دونك هذه دونك ليميت في الموال انفيني دو اف ايغال ا زيرو نجم نستنجو منها ليميت في الموال انفيني اذا كان في الانفيني تعطيك عدد آه. راهو العدد ذاك يمثل أسامتوت اوريزونتال ما ننسوهاش الحكايه هذه مهمه باش تعاونا في التراساج نتاع الكورب اسامبتوت او واضحه الحكايه ثمش كيستيون قبل ما نصور الكورب اسكو سي كلير سي بون توا عندنا طابلو دو فارياسيون عندنا لا سامطو توريزونتال دونك حاضرين توا باش نصورو الكورب نتاعنا اللي هي مش تكون ستريكتومون كرواسونت ديفيني سور ار وموجودة كان الكورب مش تكون موجودة كان في الشطر الفوقاني الا هو من زيرو للبلوس لانفيني فماش كيستيون قبل ما نصور الكورب دونك ديما قبل ما تصور الكورب تبدا تصور لي زاسامطوت تصور لي طونجونت ومن بعد تصور الكورب نتاعك هنا في ليكزرسيس عندنا لا سامطوت اوريزونتال Y لزيرو أو فوازيناج دو موا لانفيني بيان سور ما ننساش أو فوازيناج دو موا لانفيني باه سي فا هاي نواصلو اه دونك نواصلو دونك قلنا باش نحضرو الكورب نتاعنا إلا هي مش تكون ستريكتومون كرواسونت مش تخرج من إير داكوغ حتى كشي ليماج نتاعها في الزيرو بلس لانفيني وما ننساوش اول حاجه نبداو نصوروا لا اللي هي واي ايغال اكس دلتا هي لا سامتوت اوبليك نتاعنا عندنا اسامطوت دو اسامتوت عندنا دلتا واي ايغال اكس لبيناه من الاول وعنا لاكس دي زابسيس يعني لاكس دي زيكس اللي هو إجري جيجالا زيرو هذاك في الموال انفيني دوكا okay, إلا سمتوت متاعنا فوالا إي لو دو كو الكورب متاعنا ها آه هما فوالا دونك هذيا الكورب متاعنا آه ah, okay. اوكي هنا فوالا voilà. الكورب متاعنا دونك okay, أهم حاجة بالنسبة لينا احنا لي دونك اول حاجه نبدا بهم زاسامطوت عندنا لا سامطوت ما ننساوش لوبليك هذيك كلا بيناها دلتا هذيك ايغريغ على اكس ها هي لهنا في الـ 1 1 في 2 2 في 3 3 وعندنا ايغريغ على دونك دلتا ايغريغ على اكس تهمنا في البلس لانفيني دونك في الشطر ليمي و ايغريغ على 0 تهمنا في الموا لانفيني هاي لهنا دونك الكورب باش تبدا قريبه من الموا لانفيني تتا تو تطلع و توالي تقرب للدلتا في البلوس لانفيني، داكو؟ تنجم تعاون بيان سير انت تحسب إف دو زيرو مش تلقاها بري في زيرو ويت هكاكا زيرو سات، داكو؟ دونك فوالا ما فونكسيون، إلي ستريكتومون كروسونت، داكو؟ مش تبدا من الموا لانفيني من هنا، دونك حتى كشي للبلوس لانفيني، دونك تبدا من زيرو، تقريبا من زيرو حتى كشي للبلوس, للبلوس لانفيني، باهي، تروازيام كستيون كالعادة قال لي مونتري كو إف.

مع الكونتينيتي دونك كالعاده باش نكتبوا له الجمله نتاعنا اف اي كونتينيو اي شبه ستريكتومون كرواسونط مادام هي كونتينيو ستريكتومون كرواسونط وين سور ار الدومين نتاعها هو ار alors اف رياليزا

ريسيبروك الا باش يطلبنا باش نصوره ها أه كيما قالت لنا زهره بكري باش نصوروا فونكسيون ريسيبروك كالعاده نكتبوا له انه الفونكسيون ريسيبروك هي هي شنية؟ قلنا فونكسيون ريسيبروك هي ليماج ولا سيميتري نتاع الفونكسيون نتاعنا بارابور دلتا وشكون هو سي دلتا هذايا هو Y égale اكس اللي هو لا بريمير اللي هو ديجا مصور عندنا يعني ي على اكس هنا مش يخدم خدمتين مش يخدم بالنسبه للاف اسامطوت اوبليك وبالنسبه للاف موانز مش يخدم شو مش يخدم مش يخدم السيميتري نتاعها بارابور للاف دونك العاده عندنا اسامطوت هوريزونتال مش تولي فيرتيكال هوريزونتال يولي فيرتيكال والعكس فيرتيكال يولي هوريزونتال ديما نعمل تابلو كي من هكا حط في الباك نتاعي سهل لي Donc, je nous a dans f f asymptote y égal à 0. asymptote horizontal. horizontale horizontale. Oui, au voisinage de moins l'infini, fais le moins l'infini, au voisinage de moins l'infini. دونك je vois les asymptotes horizontal قلنا مش تولي الy يولي x و لا هوريزونتال تولي اسامطوت فيرتيكال تولي انا اسامطوت فيرتيكال دونك يولي الx 0 هذا كيولينا اسامطوت فيرتيكال دكا بالنسبه لل لا سمطوت اوبليك تبقى اسامطوت اوبليك جوست الx يولي y وكاهو دكاً؟ دونك إذا كان دلتا في الكورب دو إف إيكغيك إيكالا إكس بيناه أسامتوت أوبليك وين في البلوس لانفيني كيف كيف مش يبقى دلتا إيكغيك إيكالا إكس أسامتوت أوبليك علاش قعد نفسه خاطر إيكغيك تساوي إكس دونك كي تقلب أنت الإكس والإيكغيك سي لا ميم شوز

دونك الاف تخرج من الار وتوصل للزيرو بلس لانفيني فونكسيون ريسيبروك عكس باش تكون ديفيني في زيرو بلس لانفيني يعني باش نلقاها جوست موجوده في الشطر اللي على اليمين اي سورتو تير فوالا كا دونك وهكا نوليو نجمو نصورو الفونكسيون ريسيبروك نتاعنا وكل عاده نبداو ديما نصورو الدروات دلتا ايغريك ايغال اكس اللي هو ديجا لهنايا مصور دونك نورمالمون باش يكون عنا حاضر نصور الكورب متاعنا فونكسيون ريسيبروك اسكو سي كلير ثم إيه السؤال انتصار سافا زينا نعرفوا نصوروا الكورب متاع الفونكسيون ريسيبروك اي فوالا ما فونكسيون ريسيبروك اللي هي بالفير داكوغ الحمراء هي الاف والخضراء هي الفونكسيون ريسيبروك متاعي فوالا داكوغ هاي كان هنا دونك ها هو الاكس ايغال زيرو هاو لهنا ولا اسامطوت هوريزونتال هاك الكورب قاعده آه فيرتيكال يا ربي اكس ايغال زيرو اسامطوت فيرتيكال هاك الكورب قاعده تقرب لها والاي ايغال زيرو قعد اس اي ايغال اكس قعد اسامطوت اوبليك قعد اسامطوت اوبليك في البلس لانفيني دونك نختموا اخر سؤال في ليكزرسيس 3 قلنا ديتيرميني اف موان 1 يعني باش نطلعوا فونكسيون ريسيبروك Hmm? Je on fait pour trouver l'expression de la fonction réciproque ah, c'est ce que j'ai ah, fait on fait f moins 100 uh égale -huh. y x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini hein? f de y égale x tel que soit y appartient à x صحيت دونك صحيت من بعد باش نتخلصوا من اف موان زان نطبقوا الاف على اليمين وعلى اليسار تبقى لنا اف دو إك. ييغالي اكس صحيت تتنحى الاف موان زان من بعده نعملو اف دو ييغالي اكس اها تلخصوا ال دو ا لويس اكسبونسييل ييغالي اكس فوالا من بعد تستغل

On va appliquer l'exponentielle à gauche et à droite pour éliminer l'LN. Ça Donc, il y a 1 plus exponentielle Y égale exponentielle X. Voilà. exponentielle Y égale exponentielle X moins 1. Voilà. on allons juste l'exponentielle l'exponentielle Y puisqu'on est HTB Y. C'est X moins 1

اه وي ما ختمت حتى تاع و سانكو و مش في, في حاجه سؤال هكا صعيب نخدموهم بعضنا ولا حاجه قد فيها اشكال في ليكزرسيت 3 اللي بقاو دير <applause> <factual. تصفيق> <أحنا> في ليكزرسيت 4 اخر اخر سؤال لير <تحنا في> <KEAT> <applause> طويل شوية أي كان كان صلحوه المرة الجاية كان كان صلحوه المرة الجاية صلحوه يا مسيو باهي راه طويل في برشا تابلوات دو فارياسيون باهي إن شاء الله باهي يعطيك الصحة <applause> يا زهرة برافو دونك أمورك منظمة آه ما عرفتش خدمت زادك البروبليم اللي بعثتها لك هذيكا تاع تاع <applause> استنى باك سيونس هاك نتاع اه تقصد البروبابيليتي لا 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 ال... بروبليم داناليز اكسبونونسيال بعثها لك على الواتساب مش بعث لي <applause> برشا بروبا تقصد <applause> تالا في كي سي ام ولا <applause> مش البروبا مش البروبا ولا تقصد <applause> البروبا هذيك متفاهمين فيها هذيك تو نعملوا لها حلقه خاصه ان شاء الله أي. نقصد ال كي سي ام بروبا اي فما <applause> اكسبونونسيال اي مثال شيء انا بعث لك خاطر برا فهمتني تو ان شاء الله نصلحها ان شاء الله ها نقصد الكسيام بروبابيليتي لا 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 مش الكسيام نقصد البروبليم دو بروبابيل دو ديكسبونسييل فما بروبليم بعثلك لك مثال تو نعاود نبعثه لك ان شاء الله مثال باش نفكرك فيه ان شاء الله صعيب شويه هو ما باهي هو بتاع باكمات ما باهي يصلح لنا بهي معاك انت معاك لازم نقوي الريتم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>